عدد الممكنات فقط. وعدم تعلقها بالمستحيل، لأنها لو تعلقت به لكان قلبا للحقائق. ولو تعلقت بالواجب لكان تحصيلا للحاصل، يعني عدم. وتتنزه قدرته تعالى عن العدم. ويجب فهم النصوص في دائرة هذا المعنى، فنفهم قوله تعالى إن الله على كل شيء قدير، أي منه مما تتعلق به القدرة اللي هو الممكنات. بعض الناس لا يفهم، يعني يضيق عقله أن يفهم هذا المعنى، فيدخل المستحيل ويدخل الواجب وهو لا يعرف الفرق بين ما هو مستحيل وبين ما هو واجب. صف الثامن هو 367. الله أكبر. دعوات كم؟ 367. دعوات يا مولانا. مولانا في كلام الشيخنا، وإذا لازم تحصيل الحصيل وقلب الحصيل، ممكن نجعل الاثنين دول متراجعين كل واحد يعني. تقول لي على الصفر يا مولانا. 366 يا مولانا. 366. نعم. قول على الصفرين. نجعل الاثنين يعني قلب تحصيل الحصيل وقلب الحصيل راجع للواجب وراجع للمستحيل. كيف؟ يعني لما نقول ان القدرة اذا اثرت الواجب بايجاده فتحصيل حصل، واذا اثرت باعدامه او يعني بزواله فذلك المستحيل. جميل. يعني من اقفش بدل ما كان وقت لازم اصبح وقت جائز. الا لزم تحصيل الحاصل وقلب مع بعض وقلب الحقائق. ليه؟ اذا سيرنا الواجب اذا اثرت به بالايجاد، بالايجاد يبقى ده تحصيل حاصل. واذا العكس بالاعدام يبقى ده قلب حقائق. والمستحيل ان اثرت فيه بالايجاد يبقى قلب حقائق، وان كان اثرت فيه بالاعدام يبقى تحصيل حاصل. لانه واضح. جميل. كده انت عاوز لو معايا 100 جنيه كده فعلا، بس اخر حاجه معايا 20، فخدها مش هتنفع معايا. أخي عايز يدفع عني خلاص كده. لو انا عندي 500 30 اللي هيدفع غير، انا نقول 1000 ادفع 20 يجود بما لا يملك. تاني لو في حاجات زي كده اقول عليها نتناقش. وهو تهافت لا يعقل، فالكمال المطلق في هذا الحجر ما الكلام. نعوذ بالله من الضلال تمسك به بعض اهل الاختلاف. خذ بالك، يعني لا يلزم من وصفه لابن حزم بانه مختل وان لم يصرح باسمه، ما نجعلهاش احنا مثلا وصف ثابت في حق ابن حزم رضي الله عنه او رحمه الله، بل نترحم عليه ونستغفر له ولا نذكر احد من العلماء بسوء، لان الوقوع في اعراضهم فصيله مذمومه. انما هنا بمقتضى الفهم والتدريس والعلم والشيخ يقول، فالمشايخ يقولوا البعض زي ما هم عاوزين، وهم مع بعض لا يتسامح. فاحنا لا نقلل في هذا، يعني بعض الناس يرى شيوخه يعني في لسان حاد فينجر ويلتحق الى الشيوخ اللي هم اكبر من دوره حتى يصل الى ما هم يعني في حمى مقدس، ويظهر ذلك في تعامله مع اقرانه وفي، فلا ينبغي هذا. ولكن ليه؟ لان الله تعالى وصف بعض الصحابه رضي الله عنهم بالفسق في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق. والوليد بن عقبه من الصحابه، ومع ذلك وصفت بالفسق. فبعض الناس استدل بهذه الايه على نفي عداله الصحابه، لذلك كان منهم فاسق ومنهم زاني ومنهم مسلم من حدة الخمر. ولكن هذا الوصف اللي هو في الآية يستفاد من الآية انه هذا الصحابي ارتكب امرا اللي هو الكذب، اخبر بشيء كذب، فوقع كادت ان تقع فتنة وكاد ان يقتل جماعة بغير ذنب بسبب اخبار الوليد بما اخبر به. ولذلك قال تعالى ان تصيبوا قوما فتصبحوا على ما، فيتبين لكم انه ان هؤلاء براء
ولا ذنب لها بسبب أنكم لم تتأكدوا ولم تتثبتوا أو تتبينوا من صحة القضاء. فالذي دلت عليه الآية الكريمة أن هذا الصحابي ارتكب فسقا، لكن هل تدل الآية على ما وراء ذلك على أن الفسق وقت استمر فيه حتى مات؟ إذا هناك دلائل أخرى تثبت عدالة الصحابة، لأنه لو نفينا عنهم الكذب أو الفسق أو الوقوع في المخالفات هذا معناه عصمه، وهؤلاء ليسوا معصومين إنه مش أنبياء يرتكب المعاصي. ولكن الفرق بيننا وبينه أن الله تعالى رغم علمه أنهم سيقعون في الأخطار والمعاصي إلا أنه اختارهم واصطفاهم وأخبر أن ما يصدر منهم سيكون مغفورا لهم. يعني قالوا كذا إنما أنت ما عندك المنزل ليه، ولم تنبأ ولم يأتيك كتاب أو أثارة من علم على أنه هتغفر لك ذنوبك. ذنب مثلا يقول ستكون كذا الإدارة تطلب من أبي شيخ ستكون لأصحابي ذلة يغفرها الله لهم بسابقتهم معي. فمعنى كده ممكن يقع منه مع أي شيء حتى عدوان انتهاك حرمة لأنه ليس معصوما، لكن لا يستمر على ذلك بدليل قوله تعالى لقد رضي الله عنهم ورضوا عنه. يعني اللي هيحصل منهم ده هيتوبوا عنهم مش هيستمروا عليه، وربنا راضي عنهم وهيغفر لهم لأنه اختارهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. يبقى المأخوذ من الآية انه فاسق، شفتنا؟ ولو قالت الآية إن جاءكم الفاسق الألف اللام يعني معناها لا تشمل أو لا يدخل فيها إلا من كان مشهورا بالفسق، يعني واحد واضح إن جاء قدر جاء الفاسق راح فاسق أصبح لما فاسق بالتنكير كده بتشمل كأن الوصف ده يعلل، يعني معناه إيه السبب، ما هو السبب في أن تثبت كونه فاسقا، لأنه لو من أهل العدالة حيقبل قول جمهورية من يضحك وراه. إذا كان يشعر وصف الفسق لأنه هو العلة في إيه في التثبت ومعرفة إيه ما يصدر منه. أما إن كان عدلا فلا يقبل إيه يقبل قبر، إنما إن كان فيه فسق أو جارح تقطع في عدالته يجب فيه التأكد والتثبت. لكن هل دلت الآية على أنه سيستمر فاسقا حتى يموت؟ ده حالة عارضة، يعني أعراض الإنفلونزا أو برد أو أي مرض وحينتهي وحيرجع إلى الإيه؟ إلى الاصطفاء، لأنه ده مختار أصلا ربنا اصطفاء، يعني ربنا أوجده في هذا الزمن، خصصت الإرادة أن يكون هذا من أصحاب رسول الله. وإحنا نقوم في الزمن الأغبر الأنكد اللي إحنا عايشين فيه، في معية من لا خلاق لهم، ذهب الذين يعاش في أسنافهم وبقيت في كنف متكمل، إيه الكلام معروف عن الباب. فكون ربنا يخلق فيه أن تخصص الإرادة أن يكون موجود في القرن في خير القرون، ده دليل على أنه إيه في مزية وله أفضلية على من عزاه كائنا منه. السر هنا راجع إلى اصطفاء الله تعالى وإلى اختياره، لا إلى عمله ولا إلى وصفه، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ربنا اصطفى كما قال تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا، يعني ترى ربنا اختارك لتلاوة كتابه وحفظ كلامه فداخل في دائرة الاصطفاء حتى لو كنت فاسقا. كم الآن ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا فمنهم ظالم، إيه الظالم اللي من أهل المعاصي من أهل الشهوات وشغل الظهور ما حكم منها، وبعدين ومنهم مرة إلى مرة ماشي وصل ومنهم سابق، لكن الثلاثة دول كلهم داخلين في إيه في متعلق الفعل اصطفينا، يعني معناها الظالم ده مصطفى مجتبى يعني مختار. ولذلك قال ابن عباس أما ظالمهم فإنه مغفور له، ومقتصدهم ناجي، وسابقهم يدخل الجنة بغير حساب.
وكان زمان في قصة جميلة كان في الجامع العتيق اللي هو جامع عمرو بن العاص في مصر القديمة، ده كان أقدم المساجد في مصر قبل الايه الأقدم من سنة 21 هجري، يعني صلى فيه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد أمنه الصحابة فيه دعوة مستجابة، يعني كل تحدث كانت في بوصلة ولا هندسة ولا مساحة ولا الصحابة اللي وضعوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فده مسجد من المساجد المباركة. كان في رجل يقرأ الناس تعرف في سنة كام بالعشق والشكر، ولكن كان يحب المال فلا يقرئ احدا الا يعني ان يجعل له شيئا، فجاءه رجل كم تاخذ مني لتجيزني او تعطيني الثمن الى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال 10 دنانير. النهارده كان يشتري بيت او كان يشتري جامع زي الازهر، فالرجل معه شيء من الصعيد مسكين او من الفلاح ما هو يرسم، قال خذ يا فلا انا اقسمت بالله انه لا اقرئ احد او بالطلاق، اي قسم كده بعض انه لا، وكمان يدفع مقدم يعني مش هيقرا كلمه الا اذا دفعت ليه تاخذ مقدم؟ فما اعطيه ثمانيه من معاني، يقول له في ناس ياخذ من معاي 29 يوم وهم 30 يبطن هيش يكون حقق اللي هو عاوز، وانا كده يبقى راح لما انا اخذ هو كمل ما كملش هو حر يعني يضمن ايه حق انا اللي موجود راح ادور عليه. فهذا الرجل صدر منه هذا اليمين، قال لا يمكن. فالرجل حزن، وكان موسم حج كهذه الايام، فقال والله لا انفقت هذه الدنانير الخمسة الا في الحج. فوجد قافلة، كان زمان بالدواب بتنكش لفيه تأشيرات ولا سفارات لبني إسرائيل ولا غيره، كان الناس تروح ولله على الناس يحج البيت من استطاع إليه، فقال لهم تحملوني معكم أنا أحرس مثلا الدواب أغسل لكم الآن يعني أتعبكم خذوني حتى ولو خادم وأستعين بهذه النفقة. فأخذوه معهم بغير إيه أجر أو شيء، حملوه معهم. فلما أدى المناسك أو ذهب إلى المدينة المنورة ووقف أمام المواجهة الشريفة زائرا أو مسلما على النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله ذهبت إلى فلان بمسجد عمرو بن العاص وطلبت منه أن يزيدني أن أقرأ عليه شيئا مما أنزل عليك، فأبى إلا أن يأخذ. القصة معروفة، وها أنا ذا أعرض قراءتي عليك، وراح قرأ مباشرة بدون السنة كله حدث السنة كله على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد أن أتم قراءته كان طبعا متنفس، لو كان مش متنفس عمره هيضرب عروس ضرب باطن لا يعلمه إلا الله، فقرأ بالإجادة والإتقان وذهب إلى بيته. فلما نام رأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه، ورؤية الأنبياء حق إن الشيطان لا يتمثل، فقال له إذا رجعت فذهب إلى هذا الشيخ وقل له كذا، إذا رجعت صمت مش هينفع بالمعروف، قل له إن رسول الله يأمرك أمر كذا أن تقرئني وبلا أجر. كان عجيب هو نائم طبعا وهو في نفس رؤية، قال فإن أبى يعني أخرج رفض وقال أنت كذاب ولا شفت رسول ولا حدث الداعي، فقل له بأمارة زمرا زمرا، قل بس العبارة زمرا زمرا. فالرجل استيقظ، ولما رجعوا بعد شهر والأكثر ذهب إلى الباجة ذه القرآن، قال أنا ذهبت إلى الحج وحصل منك، ذكره بما كان منه أولا ثم أخبره بالرؤية ولم يخبره بالباقي، وقال له فما الدليل على صدقك؟ يعني أنت بتجد إيه؟ قال له يقول لك بأمارة كذا وكذا، وفرح كذا وبكى وهز وتغير. قال له ما الشأن؟ قال يا بني كنت أقرأ القرآن في بداية أمري، فكنت أتدبر أو يعني إذا رأيت آية أفهم كذا
حتى مررت بقوله تعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، يعني مجرد قراءة وتلاوة، إنما ما يعرفش الأحكام ولا يشهد، يعني لا يفقه شيء بس حافظ ويتلو. فخشيت أن أكون من هؤلاء اللي هم لا يعلمون الكتاب إلا أماني، فحزنت فنمت فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لي في النوم بشر قراء القرآن بأنهم يدخلون الجنة زمرا زمرا. الكلمة فقال لي لما قلت لي هذه تأكدت من إيه؟ من صدق رؤياك، وأنا من الآن لا أخذ من أحد شيئا لم تولد لسه هيسع ما يسع شيئا، يعني مش هيشترط هذا الشرط إيه بعد ذلك. واضح هنا وصلنا عند زين المولان ثلاثة يا مولان ولا خلاص هنا انت فين دلوقتي ايه المشكلة اللي عند ابن حزم؟ مش عايزين نقع فيه ونحسن الظن بالله انه فهم من قوله تعالى انه لو قال ان القدرة او ان الله تعالى غير قادر على ان يتخذ ولدا لكان عاجزا، يعني هو اراد التنزيه ولكنه اخطا الفهم. لكن اذا سئلنا هذا السؤال هل هو تعالى قادر على اتخاذ الولد؟ طبعا اذا كان الاتخاذ بمعنى الاختيار فهو قادر لا شك، لان الامر يتعلق بما هو ممكن، انما اذا كان بمعنى الولاده الحقيقيه فهذا مستحيل. لكن يبقى مشكله وهي في مشروعيه السؤال نفسه، سواء كان يتعلق بالاتفاق هو الاتفاق او يتعلق بالمعنى الحقيقي للجواب الذي هو مستحيل. السؤال اذا كان ساقطا في نفسه لا يجوز ان يتوجه اصلا، لان هذه طريقه الشيطان، يقول ان يجلس على يعني يقرا في اذن احدكم ان الله خلق كذا كذا حتى يقول لك من خلق الله. إذا في هذه الحالة كلمة من خلق الله، الله تعالى خالق، ولو كان مخلوقا لما كان خالقا، يعني معناها هذا السؤال لا يسأل به إلا عمن هو مخلوق. فإذا سئل به عن الخالق فيكون السؤال وضعه كده الصيغة كده غلط، لأنه إذا سألنا بخلق لازم يكون عن شيء من المخلوقات، اما من هو خارج دائره المخلوقات اللي هو الخالق لا يسال عنه بهذا السؤال. يعني زي مثلا اين كذا اين كذا، هذا يستدل به على السؤال لمن له مكان، اما من لا تحصره الامكنه ولا لا يتوجه اليه السؤال لا باين ولا بمتى، يبقى معنى كده السؤال الغلط. لأجل هذا لا نسأل به إلا فقط في حالات الاختبار، عارفين في التجهيز في وقت اختياري في وقت اختباري في وقت اختباري، فالاختبار ده عشان يعني نعرف أن الطالب يعرف أن هذا ده موصول ولا مفصول وهكذا، إذا نختبر بمسألة الاختبار فقط. لكن هل يجوز أن يختبر الناس في عقائدهم؟ لا. عشان كده ما نسألش السؤال ده خالص إلا على سبيل التعليم في الافتراض كده، عشان نبين إنه هذا سؤال لا يجوز، لأنه ما أحد سأله إلا إبليس. أنت عارف طبعا إبليس ومدرسة إبليس وطريقة إبليس، عاوز يعمل إيه؟ عاوز يقلب الحقائق وعاوز يحصل الحاصل، يعني هي الطريقة اللي إحنا قلناها. ومثل هذا الإشكال الذي وقع فيه ابن حزم إنه الإرادة تعلقت بالولد، وتعلقها بالولد يدل على ان الولد ممكن. حدث ابن تيميه برضه في موضوع الظلم، فاكرين لما قال ان قضيه الايه او نسبه الظلم الى الله تعالى، يعني هل هي مستحيله ولا هي ممكنه؟ يعني داخله يعني فسر ايه تعريف الظلم، فسره او بما هو مستحيل عكس اللي عمله ابن حزم. يعني مثلا ما معنى الظلم؟ قال الظلم كده
معناه التصرف في ملك الغير. بهذا المعنى يكون الظلم في حق الله تعالى مستحيلا، لأنه حيتصرف في ملك غيره أو فيما يملك غيره، ولا يوجد معه شريك، بل كلهم مملكون له. فإذا تصرف في ملكه فلا يكون ظالما بأي وجه من الوجوه. فسر ابن تيمة الظلم، فمن هنا قال إن الظلم غير متصور في حق الله، يعني رأي يعني مسألة الظلم دي ما نتصورهاش في حق ربنا، لأنه ممكن أتصورها في حق العباد، أن أحدا يعني يعتدي على ملكي، على منزلي، على عرضي، على مالي، أي واحد يتصرف فيما لا يملكه، فيما لا يملكه. هل هناك شيء لا يملكه الله إذا تصرف في ملكه؟ يعني معناها إذا صدر منه أي شيء مما نسميه نحن ظلما لا يكون ظلما في حقه، لأنه أو ظلم مستحيل كان. ده خلاف رأي الجمهور. الجمهور قالوا إنه الظلم متصور في حق الله تعالى لأنه ممكن. أمال إيه معنى أن ربنا سبحانه وتعالى نزه نفسه عن الظلم؟ قال وكان يمدح نفسه وينزهها عن الظلم، دل على أن الظلم أمر ممكن، لأنه لو لم يكن ممكنا لما تمزح بنفسه، لأنه معناها كان ممكن يلحق بنا أو يوقع بنا، لكنه كون فاه يعني كان ممكن يفعله، بدليل قوله تعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. لو كان غير متصور بأي معنى تحريمه على نفسي، يعني يقول أنا حرمت على نفسي أطلع السمن، هو أنت تقدر تطلع؟ يعني معناها ما ينفعش يقال هذه الكلمة التحريم والتحليل إلا فيما كان قادرا، في من يقدر على الفعل. تقول مثلا أنا لا أوقع السماء على الأرض وتمدح نفسك بكده، أقول لك هو أنت تقدر تعملها أصلا؟ إذا معناها متى يكون الشيء المتروك مدحا؟ إذا كنت قادرا على ضده، زي مسألة العفو عند المقدرة. يعني أنت لو قلت لواحد أنا سمحتك وأنت قادر تدخل السجن بهذا كله، لا أنت أتاك إلا معك ورق ولا معك فيزا ولا معك شهود ولا حتستطيع الوصول إلى حقك، ثم تقول ده اسمه سماح العاجز، ما هو مش حتستطيع تعمل إلا إنك تسامحه. ما فيش غير كده، يعني إما تسامحك إما تسامحك، ما فيش ليك حل ثاني، ما فيش خيار ثاني. يبقى معناه كون ربنا سبحانه وتعالى يقول كده حرمت الظلم على نفسي دليل على انه كان ثم يبقى معناه. الجمهور قال لا، الظلم مش معناه زي ما قال ابن تيمة هو الاعتداء او التصرف في ملك الغير، ولكن معنى الظلم وضع الشيء في غير موضعه، يعني يضع شيء مكان شيء فيكون ظلما، زي ما نضع واحد مثلا فاشل في مكان القيامة او العكس، يبقى إذن هنا ظلم له. ولذلك سمى الله تعالى الشرك ظلم، إن الشرك لظلم عظيم. إيه معنى الظلم هنا؟ وضع العبادة في غير موضعها، أو صرف العبادة لمن لا يستحقها، اللي هم الإيه؟ الآلهة أو المعبودين من دون، فيكون ظلما. بدليل قوله تعالى والذين كفروا بربهم يعدمون، يعني يساوون بين الخالق العظيم وبين هذه المخلوقات اللي اخترعوها اللي هي اسماء سموها ما ليس لها ما انزل الله بها من سلطان. فهي مساواه من لا يستحق العباده بمن يستحقها، المساواه دي اللي هي العدل بين ظلم. والذين كفروا بربهم يعدلون. ومثل الجمهور بان الظلم متصور عقلا، لكنه ممتنع شرعا، بدليل ان الله تعالى يجوز يضرب كمثال يعني عشان يبينه كتعذيب الانسان بذنب غيره، ده ممكن خلاص كده، لكنه تعالى في الشرع قال لا تجر. وده معناه هنا ما يصدرش مش من الناحيه العقليه، من الناحيه الشرعيه، او اثابه العاصي او تعذيب المطيع.
ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنه ان الله تعالى لو اراد ان يعذب اهل السماوات لعذبهم جميعا وهو غير واحد. يعني يحمل اوزارهم واوزارهم مع اوزارهم، لكن جاء بالنسبه لنا احنا قال ايه لا لا تجر، يعني معناها ممكن يحملنا اوزار احنا ما ننزلش، ده دليل على انه ايه على انه ممكن، لكنه تعالى نزه نفسه عن هذا الشيء الذي كان ممكنا. هنا المدح فيتمدح بنفسه عن نفسه لانه في مقدوره، اما اذا مدح الانسان نفسه بما ليس مقدورا له ده ما يكونش ايه مدحنا، لازم يكون الشيء في مقدوره، وعشان كده تركه الى ضده، فهنا يستحق المدح ويستحق الايه الثناء، انت ممكن ان نعرفه لكنه تعالى نزه نفسه عن هذا الشيء، بدليل قوله تعالى وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم. تبقى ايه الايه الكريمه وما ربك بظلام، بعضهم فيما على غير وجه، ظلام ده يعني صيغه ايه صيغه المبالغه ظلام، وصيغه المبالغه تمثل ايه الكثره لكن ما تنسيش الاصل، تقول ايه هذا الرجل ليس بصبار، هل معناها نفيت عنه اصل الصبر؟ لا، ده كل ما في امر نفيت عنه الزياده، يعني كان هذه الايه تنفي الكثره في الظلم ولكن تثبت الايه اصل الظلم، مع انه ما في ظلم من ايه من اساسه. نعم. هنا لا يقال فيما ورد في حق الله تعالى انه في مبالغه. اذا المبالغه لما تقتضي المجاوزه هو مش كده، بس احنا بنصفه بما هو زياده حتى مستحيل. وانما المبالغه من حيث الكثره، يعني ليها معنيين. يعني مثلا تمدح واحد وتقول علامه هو متوسط شيء. لكن في الاصل اذا انت كل ما في امر بالغ، ايه معنى بالغ؟ يعني جاوزت الحد. لكن لا يمكن ان يقال في هذا بحق الله تعالى لا نفيا ولا اثباتا ان نجاوز الحد، ان احنا اصلا بشر مش ممكن نعرف ايه هو الحد عشان نجاوزه. اما ليه معنى ظلام؟ قال لك قابل الكثره بالكثره تفهم المعنى. يعني مثلا انت فاكر ربنا مثلا يعني لو وقع عليك ظلم هيقول لك انت وحدك؟ ده شوف في كام مليون عبد، والله تعالى يقول ان الله لا يظلم مثقال ذره، فلو انت ذره وانا ذره وده ذره واللي في الدين ذره وفي الصعيد، وهنا معناها حيث ظلام من هنا كثره العباد، هتقابل الكثره بالايه؟ بالكثره. فاذا انتفت الكثره عن الكثره انتفى الاصل. يعني ما فيش ظلام لمين؟ للعبيد. شوف العباد لا يحصي عددهم الا الله. فلو نفع عن كل واحد ذره اللي هي اقل حاجه يبقى معناها انتفى الاصل نفسه، يعني ما فيش اي ظلم للعباد كلهم. واضح ولا مش واضح؟ هات الصفحه اللي بعدها. خلاص خلصنا من ابن حزم وابن تيميه معانا عشان نخلص من الموضوع. ماشي خلاص. قلنا هنا يقول لك والناس في على فرقتين قادحه مع طائفه تمدح بالحفظ والتاليف وكثره، وهذا حق لا يستطيع احد ان ينكره. وطائفه تذمه بخروجه عن طريقه المالكيه واقتدائه برأي، هو ما خرجش على المالكيه بس على الكل، ما حدش عجبه خالص، ولا المالك ولا الشافعي ولا ابو حنيفه. وقد الف ابن حزم هذا تاليفا رد فيه على عبد الحق من أكابر المالكية. يا لكم ما ذكرش الحتة دي ليه؟ عشان تبين العملية فيها شوية من التعصب، عشان يعني احنا مالكية وهو ذلك، يعني كان جاب الحتة دي أحسن. وعلى ابن سري وهو من أكابر الشافعية، وابن حزم قرطبي، وكان يطلق لسانه في العلماء كمالك، موجود الكلام ده في الكتب بتاعه ربما تقول استراء، وغيره من اصحاب المذاهب، وكان يقال لسان ابن حزم وسيف الحجاج شقيقان. وعباره عباره الفيس في مصطلح مع شيخ الاسلام لا تصلي اي لا تمل لابن حزم الحافظ ابن ابي محمد علي بن احمد بن سعيد بن حزم، هو منسوب لجد ابيه المخالف في ذلك وغيره لجموده على الظاهر، حتى قالوا ليس من الحزم ان تتبع ابن حزم، يعني كنت حازما فلا تكن كابن حزم.
واعلم ان بعضهم نقل عن القرطبي ان الخوض في تعلق الصفات واختصاصها من تدقيقات علم الكلام، وان العجز عن ادراكه غير مضر في الاعتقاد. هو مش مضر في الاعتقاد، لكن معرفته حديث حتصل بها الى ثمرة الاعتقاد، يعني الى ايه مقام عالي في الاعتقاد، لو مقام الاحسان. والقسم الثالث ما يتعلق بجميع الموجودات. ايه هو اخر قسم اللي هو الثالث؟ السمع والبصر. يتعلق بايه؟ الموجودات. طب نجيب الاقسام الثلاثه، شوفكم حافظين ولا مش حافظين؟ يعني قسم الاقسام اللي هو لا يتعلق، خلاص الاقسام الثلاث منها ما يتعلق بايه؟ بجميع اقسام الحكم العقلي العلم الثلاث. الثاني يتعلق بالممكنات القدرة والإمكان، دول أربعة. باقي عندنا كام دلوقتي؟ السمع والبصر. إذا كده على بعض تلك الحياة لا ليس لها تعليق، ما في شيء كده احفظهم. تهنينا القسم الأول خفيف. الثاني يتعلق بجميع أقسام الحكم العقلي اللي هو العلم والإيه والكلام. الثالث يتعلق بالممكنات القدرة والإرادة. القسم الثالث يتعلق بجميع الموجودات وهو صفتان أيضا السمع والبصر، وإليه أشار بقول وجد، أي أيها المكلف، لأن سمعه تعالى والبصر الألف للإيه للإطلاق تعلق معا، تعلق انكشاف. إذا تعلق العلم تعلق إيه؟ انكشاف. انكشاف. طيب وتعلق السمع والبصر انكشاف. أيضا تعلق. خد بالك اسم التعلق انكشاف. هناك الإرادة اسم التعلق إيه؟ تفسير. فالقدرة اسم التعلق تأثير. الكلام دلال. نعم. خلاص كده؟ نعم. العلم انكشاف، والسمع والبصر انكشاف، لكن الانكشاف بهما اي بالسمع والبصر يغاير الانكشاف بالعلم، كما ان الانكشاف باحدهما يغاير الانكشاف بالاخرى، لكن الثلاثه مشتركين في كلمه انكشاف. اي حاجه قبل ما نخش بالنسبه للتكوين، احنا عايزين القسم الثالث ناثر الكلام فيه. بس قول احنا عايزين نقول بالنسبه للتكوين يا مولانا عند المفرديه، هنقول يتعلق نفس تعلق القدره والاراده، وبالنسبه للادراك برضه سيدنا لو مش عارف انا هنقول ان هو يتعلق. فقلنا التكوين عند الماتريديه تمام صفه قديمه. نعم. والتعلق بتاعه حادث. ايه التعلق بتاعه؟ اللي هو المكونات. نعم. انما التكوين نفسه هو التعلق عند مين؟ عند الاشاعره. خلاص. ولذلك قالوا صفات الافعال حادثه لانها هي الافعال عند الاشاعره، وعند الماتريديه ليست هي الافعال ولكن هي منشا الافعال. فهل الفرق بين التكوين وبين القدره؟ ان القدره تهيئ تجعله ايه قبول ايه امكاني، والتكوين قبول استعداد الاقارب من الفعل. يعني ما في، يبدو الله اعلم ان الخلاف له. مولانا يعني كده بالنسبه للمتردية هيبقى الإرادة والقدرة والتكوين تتعلق بالمكان. نعم. نفس يعني ده الصفة عندك. نفس التعلق. ما يتعلق به التكوين تتعلق به للممكنات. نعم. للمكونات. نعم. اللي احنا بنسميها في القدرة المقدورات. نعم. بالنسبة مولانا للإدراك يتعلق نفس السمع والبصر يعني لا. الإدراك اللي هو أثبتوه ده يتعلق بالمشمومات. والملموسات ويتاني والمذوقات مش المحسوسة. يعني شوف ملموس ومشموم وتذوق، انما الادراك العام اللي هو بكل الموجودات هيدخل فيه العلم وهيدخل فيه السمع وهيدخل فيه، هو ثابت وليس النزاع فيه، وانما النزاع في المعنى الزايد. دايما قلنا بيتعلق بايه لو قلنا بالموجودات؟ كما هو القديم ملوش لا يلمس ولا يشم ولا يعني هتخليك ده تعلق صلوح. يعني ممكن نقول ده تعلق لوحده. هو التعلق اقسام، في صلوح قديم وفي تنجيز قديم وفي تنجيز حادث. برضه يجب حفظ هذه الاشياء ومعرفتها بدقه. نعم. انما الاراده اختلفوا، كان تعلق الاصح والراجح متعلقين. نعم. الاثنين قديم. نعم.
خلاص تأييد القديم وخلف القديم بالنسبة للإرادة، لأنه كان ممكن صالح على أن تجعله على الإيه؟ على الدرس. نعم. أجل تجعله على القرن. مولانا جرت كده يعني على فرض الثبوت هي أيوة قسم خامس. قالوا يتعلق بالموجودات الحديثة. لا. ما هو نفس التعلق هو هو ولكن كل ما في الأمر. يعني شوف كده يتعلق بالموجودات. بالموجودات. من الموجودات الواجب ولا يشم ولا يعني يلمس ولا. الموجودات تقيس الموجودات التي تشم او تتزور تخص كده بها على من اثبته ولذلك قال الشيخ والحق لا اثبات ولا ايه ولا نفي ولا في التوقف لانه ايه مدار عارف الاصل في الاثبات الادراك اثبات الثلاث اللي قبله الكلام والسمع والبصر والاصل في الدليل بتاعهم هو تابع للثلاث دول فاللي يثبت الثلاث دول لازم يثبتهم بدليل نقلي والدليل النقلي في صفه الادراك بالمعنى العام اللي قلناه اللي هو الموجودات اللي هو اغنى عنه الكلام والسمع والبصر فاصبح ما نحتاج لاثبات صفه اخرى تتعلق بالمشمومات والملوقات والملموسات لا نحتاج الى صفه اخرى اما بالنسبه للعقل فلو كان الدليل بتاع الثلاثة يصح الاستقلال بالعقل فنقول بإثبات الإدراك ولو كان لا يصح فنقول بنفي الإدراك وجاء الشغل في الآخر والأحق إيه والأصح إيه التوقف يعني لا لأنه هنا حصل تعارض يعني العقل بيقول إنه ده إثبات على إنه ده كمان إذا كيف أنت تعرف الملموس وكيف الماء والخشن والملوق وتعرف هذه الاشياء وتدركها انت ولا يدركها القديم اذا هذا ما ده بالنسبه ليه للدليل العقلي لكن هل ورد في السمع لا بنفي ولا باثبات فالاصح التوقف التوقف يعني ما نقولش ما فيش حاجه اسمها صفه الادراك ولا نقول في ولكن نسكت عن ايه حد عنده حاجه ثانيه اللهم صل افضل صلاه على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك وامتداد كلماتك كل ما